هدي اللي بدأ هذا والد أن بمد كود أكت هذا وكوين هذا محالك أهربا فلا تقل لهما أف أف أما إش أما أخ أما أح وإريادة المامة وحا والدك وكادون ينادها لك واحين ولا بئرين وكلية أف ولا بحرف ولا بحرف ألف يفاء هبشد ناتين ولا بحرف إلهي سبحانه وتعالى ويقول في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولا بقى يضد وإلهي سبحانه وتعالى اذكر راعيي لبا حق وواوي حقك وباد إلهي سبحانه وتعالى وحر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ربك وحو شري وحو حكمي وميل ساري ألا تعبدوا إلا إياه استقموا يا نعتك لإن إذن العابدين إن إلهي عابدان عتك لنا إذن العابدين وكلك يا عابدان توحيدك وواجبك كوباد إلهي سبحانه وتعالى إنسانك وصاري وانا حق إلهي وكل إلهي الدوميسة حديث كي معاد رضي الله تعالى عنه نبي عليه الصلاة والسلام مال المالمها كم إذا نقلنا ويوهيد رسولك عليه الصلاة والسلام أرديدي سينو كحيو وإسراعان ووح برشود ضدبن يمتو سبو وقفا إيدي ينتي ودو صعدان سقو سارن أور أما الدمير أي النبي عليه الصلاة والسلام معاد با حق الدم بسارن معاد هو كرير ونعلن يرى كري ويا ودوري تبنشر نبي قونا والنبي قيل عليه الصلاة والسلام ومعلم البشرية ورسول رب العالمين وليس كميهين لباتنا كميهين نيرو دلين يرى وأن حتى كبار الصحابة أن حلقا هين أصحاب تواوين أن كم إذا هين إنو أي دابد وضفولان لبات رسولك عليه الصلاة والسلام كميهين تاسو قرن ما هي رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال بويد يوحريا معاد أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله متقى أن معاد وحق إلهي أدومها وكل إلهي إي حق أدومها إلهي كل إلهي إن وين حقوق العدادان حقوق وين حقوق العداد حق إلهي حق آدمها حق آدم وسدوسي قيب قيب سمو ووالدك حق إلهي وقرامته حق إلهي هاي وصاحبك حق إلهي وشارك حق إلهي حقوق وين حقوق العدادان رسولك عليه الصلاة والسلام سيس كولي قيا وحكولي مكرة تقانا لبداس حق إلهي وكل إلهي أدومها يحق أدومه أي كل إلهي إلهي مثل هذا هو مثل أضعو لص عد اللو شيء قيا أنا وسحاب اللي يرأه هدي كوري قان كلا حشاده وانير وسو كوري إمك رسولك عليه الصلاة والسلام أبو بكر يا عمر يا رجي وين اللموسين عدوا كلا هذا يا وانين كير وكوري مكرة تقانا لبداس وحن كوري بلاد إدب توفير صو رسولك عليه الصلاة والسلام وكوري معاد رسولك عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم إلهي الرسول كيسة أيام مثل هذا سوى أقال بضن حلقة قاتا قفك الطالب العلم قاه مثل هذا سنة مثل هذا مهمة قفك الطالب العلم قاه علم قوائنه كم مغضه وإنه كدوا دتك عن طلاب العلم قاهين السقا إيا قفك يسكو أين قيهين أم با يسكو أساء قيهين لكن طالب العلم آن أهين استوى معاملان وإنه كدوا يهي معاملة ديس وكدقن دوين يهي وأنو كفه دوين يهي اسكو مقادن ما قانا مؤرم يوحوري إلهي الرسول كيسا يقانا إذا لفت ذا مسلوين إن قفكم مسلا ذا آنو قرني إنو يرهضو إلهي الرسول كيسا يقانا حدو حتى شكي كاقرو أو الدين أي تاي هاي اسكو قادي حتى دو ديسو هذا يتشار ميلاها جهل يقول كي ما دواحا كمي ذا مركض اللي يرتو أي مرمي سيد دو ديان إيا يكو دو ديان مسلا شرعيا أو دينعي دينعي كليهي نبني من أصحابه اسكا هذا أما الله بكو حوضو كلا أفكاره هالنقضان أي حل قاسي وحي ما دوح اسكال لعنتو وحي كانتا إنو قفكم مسائل آنو أوفهن سنين
aan baa wax ka dhiman yihiin inuu isku qaado si aan loo oran ninkii bal waa laga adkaado amba doodi baa lagaga badiyey si aan loo oran halkaasoo kale markay marayso qofka alla kacabsiga waa inuu shaqeeyo waa inay shaqeyso akhlaaqda aalibulcilmigu waa inuu yidhahda allaahu rasuuluhu aclam saxaabigu wuxuu ihi rasuulkii ilaah ma aqaan ilaahay rasuulkiisa waa aqoon badan رسولك عليه الصلاة والسلام ركز سو شيخ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق أي أدوم إلهي كله وحوي وإن يعبدان إلهي أوكله أن يعبدوه إن يعبدان إليه رسولك عليه الصلاة والسلام انتاكم يا كيسن وحوري وإن ولا يشركوا به شيئا عبادتنا عتك وإن أنا لصين ولا من مسلو إسبالي هلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله سبحانه وتعالى وحليها قفك إلهي رمية طاقوت كنا كجالوبا حرقي وينابو حستان قؤهي يلقو كرصونا ومعنها لا إله إلا الله أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا إن إلهي عابد نعدنا عبادة أين لسين الشرك قوحا كمدا إن أصنام تلا عابدو إن دتك اللا عابدو إن صالحين تلا عابدو إن دتك هنتي لا يشاء لعابده إن لعقت إيا مالك إيا هنتي ده دتك قارين يعابدان وحكم ده شركة قال لماذا كوجارسيني في بعض الأحيان وحكم ده قفك إلهي عدان أهين إنه وحكم دونته توحيد كيس قفك أودا وعيها قفك إلهي عدان أهين حكم دونا يا كتاب في القرآن كهيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام مال إسكالي جاية قفك أسي التوحيد كيبو قومي أودا وعي سحابي يقول أن تعبد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وإن يعبدان وأنا إلهي عدنا وشريكين وآية ذلك لإمك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلهي وحا وحكمي وحقي سوك كان إلهي كلي إن لعابده وعدك لأن لعابده المسألة ذا ومتشيذو إن أنا أضغط سيها الله لكن مسألة ربي وحاوه تضنبه ومحيئة حق أدومه إسكليهين حق أقوي كاسوا حق إلهي أوليه إلهي حقوق بو نقول ليه حقوق ذو إلهي نقول ليه حق أقويني وحق توحيدك صلاة توحيدك كوي صونك توحيدك كوي زكاة توحيدك كوي وحول بقى خيراته الله سمعيه أساس كيسيا كوغو سرية وتوحيدك حقوق ابن آدم كويس كله حق أجويني وككن كحجة آيات وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا لبدا والد إن الله سما فله إحسان الله سما آيات وآيات أدعى شبدا كنتي معنى يا شيدا هدي الله فير صدو وآيات لا يابله قيبتا ضبه الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأحسنوا بالوالدين إحسانا لبدا والدنا سمفل أصمايا إحسانك إن شاء الله تعالى وشيك دونا حق دمانك شيك دونا لكن آيات أنه معنى يسمو إما يبلغن عندك الكبر آيات وحي شيكتي شن حق أم بشن بقن وقفك مسلم كالا قربه إنه والدي كل رقمه كو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وشن لبدا ذو والد أما متكوت هدي أكتاد أكوين هذا شرط ما هي الكوين هذا لكن واحد لقى حظ يا وان مرحلة دوالد وإتالك دريه هاي وباهي هاي وحلا قبض يس ما فلك وباهي هاي هدو حتى حوق لي هاي حقوق دان شنتا وكولي هدو حتى حوق لي هو شقي سنة يا وهنت لي هو غني ويا هاي وأنا كوبا هنين شنت حق أيد وأي شيء كتاي نبى شنت صفاء قفك لقى ربعين وكسف يسناده ولي هاي لكن waxa la iska yaqaan hadiyad jeer waladku markuu taabagal uu xoogaysto taabagalkaas wuxuu ka go'an yahay waalidka oo markasta oo ilmuhu uu sii xoogaysto waalidkana uu sii daciifaya oo waxan baa la qiyaasayaa hadii qof uu shaqeysto oo xoog uu leeyahay oo hanti uu haysto
والدكينا وحن بعلى قياس إنه يتال دري هاي تاسيه وبدن تهاي لكن دي إنكم هدو ولا الكيد لي هاي أم بقى برضو أي تهاي ولا الكيد لا هدي تهاي بمعنى قفكو السق أو ير هدو جورس ذي أو دوري تبين شرة ولا جورس ترى حلي قاس دوري تبين شركة حقي إنه وامح يلي باتن شركة إيوه حلي قام مي هدو جورس أنا محاول نرهنا وأدو يقدوم وآخر السبن لباتن شربة جورسنيا شنيه تبان شربة جورسنيا أصحاب الرسول رضوان الله عليه موحى كم ذاها أصحاب جورستي يقول لبي تبان شر يا برد أنا راه هذا أصحاب استويين إن كيسوا أي كلوين هين لبي تبان صنع مركب لبي تبان صنع مو قارن بكرة عن تمركو جورسدي وعمر بن عاص عبد الله بن عمر بن عاص عبد الله يا عمر بن عاص أو إس على واحد كلوين أي لبي تبان صنع مركب عبد الله واللي باتن شرها عمر بن عاص استحقوها اللي بيسدون شر لبضان المركب وده صلاة محل ورنايا وأول علوم ورنايا سوما مركب قف كنوع عصو كلاهي وقف كهرة إنك قف كأنه أنا هروب جورس ده وقف كأفر يلا باتن كي يشان يلا باتن كاس وبحل لك قف كأدون كوصار لما يه حل جوشان يلا باتن يه لكن دواء يندرك إنك كون النوع عصي هذا هو فهم ما ين دليل معها هذا دليل ثانية دليل شو حوسع تابول شده يدل يرتما وحال الله كان ماشى وشيدا لبدا والدي تال درانتو ده وسيدا غالب كأه ومركا قفك وحوغيستئ وطابقلو أي والد كينا ضعيفا هدي لبدا ده والد أن بمد كود أكتا ده وكوينا ده محالك عربا فلا تقل لهما أف أف أما إش أما أخ أما أح وإريادة المامية وحوالدك وكادون ينادها لك واحين ولا بيئرين وكلية أفن ولا بحرف ولا بحرف ألف يفاء هبشد ناتي ولا بحرف لا بحرف قد كت المامي ساد كعب برئيسو إن أنا حيسين هين أنباء أنا دون هين وحوالدك كفر أيو أيال اللي هيري وحي كاردي قانتاي وحي كوينا هذا الكيد بدأ أبا مالك استمعوا حسبنا قول هذا إسم هو يمشي الناس وليق وحي وحاسب إيه معها معناها إن أنا قفك التصين والدك وحن إحسانك وقصة مين أيو إن أنا حيسيني إن أنا تعلانا هين درين كيس يوتشي كيس من دوين أنا كآخر سن فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هيف هيفتانك أفكنا وكي ماذا فعل كنا وكي ماذا وحق اللباد أم بواصفة اللباد هي في تانكو موقال كاسية بريقة قفك وكم موضع هدوك ورارك نوع عاسية نوع عاسية نوع عاسية أرد وصمي دبيت آد اسمه تشيرتو ودريمي سا قفك عاسي فالكي ساسي إنان وهين فالورا لكي هاي وحالو دري وحايا وحايا سوقبو وحايا وحايا كين مركي هرواد قسليسي markii aad uu ku sheegay wuxuu ka doonayo ayuu wajigaaga isbedelay falaatan harhuma way ku jirtaa tay afkana qofku waa buu koodan kara oo uu heefi karaayo wacala cali karaayo uu tawaawici karaayo maalin kasta maana waxaasi waxa miyaan kari karaya waxan shirana waadiga aynka aynka ay guud shana aynka baan sameeyay miyaa la igu soo soconayaa bulwaayo waan sameeynaa macna badan sameeynaysaa hadii waxaan oo tawaawaca iyo waxaanu calaa calaa haduu ka soo horeeyay sameynta aad sameynaysa waxa la waxay tiraysaa ma jirto iska hanso wala tanharhuma rasuulka kaleey salaatu wasalaam wadduhaan waxa lagu yiri fa amal yatiima fala tanhar erin ha hiifi agoon kuna ka sheekeynay agoon kuna waa sidaas oo kale markaad agoon ixsaan u sameynayso waa inaad muujisaa ixsaanka inaad u sameynayso inaad ku faraxsan tahay waalidkana waa in ka soo kale wala tanharhuma وقل لهما قولا كريما هدو هذا الكاسو بحايو هذا الوناكسن كريم هذا الديخسي وينو كاسو بحا هذا الوالد كا ديقة ووالد كا وكفرحو وينو كاسو بحا مثلا سالياشا قصيني والد كيبا وحاو سمي وحو كعلا علي وحو كالح الشوضي والد بدن نساوي سمي وحو كالح الشوضي إنو عدو حكوي ديو أنا بدي بعطيها إذا تبغوا كذا بعطيها وحجة لقبوا
مركزاو كوري أبو أمبا هوي كتري أريك نوعاسي نوعاسي باتشرو وحان دونيا وحاسي وحاينا سمايو أمبا أريك نوعاسي نوعاسا أيان دونيا إنا وحكا قبطو هذا الكوحات كنحنا بلان سنيسا إن أرين كان والد كوانو أسو تقالا هين إمكا لكن إسكو ضيئي كتحي محيو كوية لمركا أذيغا إنا ترى هذا أبو واحد سمايسا أرين كانيك فرايك قاد أنا سمايني إنا دي الشيء كتابي حيد إمكا أرين كان أنا سمايني كان صو والد كمحو دريمي يا مركا وحوين بو دريمي أما إنا ترى هذا أبو محيد وشي قوي أنا قبل الله هاي هذه وشي قوي امتنان بدريم يا والد مرك يعني كريم هذا الكريم كي وحويان وهذا الكمرك وكاسو بحه والد كميرو قبوتشنية كاسلو كذا وقل لهما قولا كريما هذا الكريم كريم كوام حي الكريم وقف كديخ سجى الجواد قف كديخ سجى ولا هو كريم هذا القف كديقة وهل كي ديق ذي وحسين تأجروك بكافية إن أتكتر هذا الجاهبة وقل لهما قولا كريما واقصد حد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما أفسوالك وحل إلى هذا وحد أرار عسى قربك أما بالك مسكين لماذا مركة تسارها للشيقة وحلقوا فهمها شمبروه مركة إسلايان شمبروه حكي كميديهين حيوانات كمركة كلا أتكادان كلا أتكادك كلا أرارعه ويس ديبا يعني marka laba shimbiro islaayaan ee shimbir laga adkaado shimbirku wuu is dhiibayaa inuu is dhiibay maxaa lagu garanaya waxay dhahaan waxa lagu garanaya intuu baal saa u kala bixiyo ayuu xaqiisa u jiifsanaya aron is dhiibay nimad kale bay ka dhigantay magta waan ku raacaya gacmuhu taaga bay ka dhigantay marka garabka uu saa oranaya amba baalku sidaa u daadhinaysa u raaricinaya waxay tilmaamaysaa itaal darrantiis iyo dhaafigiis يدلنمديس والد كامر كان دجوغتو دين عرق النمداد اي خوغاغا اي لباح نمداد اي قبقبتاد هتوسن اي كدغنت وها توستا دين عام مسكين نمداد اي دبع سنان تاد اي دلنمداد توس والد كا حدي مرك قربا وها دحدا ددك قاركود وهي او هيستان اني وها فيعان سمينيان لكن وها فيعان ما waxa laga yaabaa waalidki inuu shay u soo qabanayo laakiin muqaalka kam muqda ma ham muqaal tilmaamaya miskiinnimo iyo daciifnimo iyo ihsaan kama muqdo ee waxa kam muqda isagoo afka taagaya boo aba u kaadiyo kabaan ku xiree dad isagoo saalabo kaba wax xiraya muqti oo afka taagaya eeyo kaba saa ugu yar gelgeliya suuragala talo baahay taas ma wa inuu qofku tusaa inuu daacad ka yahay oo miskiin nimadiisa itaal darantiis waa inay muuqato ayad waq baayd wacay botan idin sheegay waxay si raacaysay min arrahma macnaheedu waxay ka daba socotaa shimbirka kale markuu daba socday uu raacayo adeegayo muxuu ugu adeegayaa waa cabsi uu ka qabo qasbu ku qasbayn waxa inuu duliga noqdo iyo inuu is dhiibo inuu dulinimo muujiyo shimbirku wuu ku qasban yahay laakiin adiga waxa laga rabaa maxaa ka keenaya sifadan inaad waalidka u dabacsanaato oo aad u dhibirsanaato oo dhinaca miskiinnimadaada aad tusto maxaa ka keenaya waxa ka keenaya min arrahma naxariis way soo noqonontaa naxariistu mar labaad naxariis baa ka keenaysa inuu qofku isagoo waalidka naxariista waalidkii meesha uu ka gaaray waa inuu gaarsiyaa meesha uu ka gaaray shimbirku marka shimirka kala uu ka adkaado ee garabka uu daadajiyo taasina waa taafraad marka waxa la rabaa qofka waa waladka ah amba ubadku markay waalidkooda joogan inaanay isu muujin dad awood badan oo raganimo badan oo xoog badan oo ay ka muuqanayso inuu waalidka u mana sheeganayo bulay abuu aniga waxaan ku qabtay adiga waxa ku dana hal kelmad oo duca aya waxa la waxa hadaad boqol sano xambaarsanayd ambaad boqol jeer wax tartay hal duca ah oo waalidka afkiisa ka soo baxa ayaa kugu filan oo waxa laalay waxa masaxaya kaasna waa kaafraad waqur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ilaaha u naxariiso
إمك محال لها من الرحمة سوميهين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة هذا نوح على وقل رب ارحمهما إلهي أن حريصو كما ربياني صغيرا سيلبدا والد إيسو ربيين سيسو كريين سبحان الله يعني ميشا وحكو ترتا لفظة عجيبة أي كترتو والد كأبال كانوها نوام حي كما ربياني وسيسو تربيديين إنك وحنا قلنا كرين تكالي أبا هيا في عم بو هايو هو ذي هو يفي عم بي هايدو وحن دوري بوي سين شرينو أرد بالك إيا أنفاعك إيا إسكولك إيا عنتدا إيا ميشان سيحانا إيا دعادو تاسمها آيات القرآن كهي ميش يقل عنتا سي وحيسي سي قري يقول نسان سي أرد ترين آيات دو ميش يقل آيات دو واحد شكت كما ربياني سي إسو تربية ديين وحلقا وضا قفك شنطان سفقرانا إيا وقف لغو سو تربية وقف وحن لو سو شاكي وقف سو قاتي وحن كلغا هذا إيا وكاس هديك هلي سو ماها هدو والدكو المها كرباشو أو عنتدا سيو أو درقيو أو أهرد بحيو والعاب تو إيبيو إيا جيمك إيا فيديوغا إيا حسابها كلي أو لكن تربية في عن آنوسين المهير انتانو اللي بنان وحا كل بوالك شنت ابوك